السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية كما تعلمون تشرفت كثيرا بلقاء سماحة المرجع وبدأت بتهنئته على الانتصار على الإرهاب الذي كان لسماحته الدور الأكبر بمرجعيته الرشيدة في بناء الدفاع عن العراق، إذ تمكن بسرعة بتشريع تطويع الألوف المؤلفة وضمها إلى القوى المسلحة التي قاتلت الطغيان الإرهابي. ولا يزال سماحته يقاتل في سبيل وحدة العراق وإنمائه ومحاربة الفساد، وبالتالي فهو يخوض حرب الحياة للشعب العراقي بكل مناطقه وفئاته دون تفرقة أو تمييز. لا شيء عنده أغنى من التنوع، وبتشجيعه على أن يلعب العراق دوره الإقليمي الجامع. اختصارا، أنا كنت اليوم أمام رجل في دولة أو دولة في رجل. ناقشنا مواضيع كثيرة، ولكن لا أريد أن أضيف على هذا التصريح شيء آخر باعتبار هذا ما شعرت به، وشعرت بعطفه وحنانه وتحنانه على لبنان وعلى العراق وعلى كل أمة. وأنتم تعرفون كما قلت في أربع رياح الأرض المرجع لنا جميعا بدون استثناء. لا، سؤالك كان لازم يكون سؤالك لماذا تأخرت في هذه الزيارة.